هلو ليريز اند جنتلمان، معكم اونيزوكا من قناة اوهيو تاكوديس. مرحبا بكم في حلقة جديدة من فقرة حقائق الانمي والمانغا والثقافة اليابانية. كما ترون في حلقة اليوم سوف نتطرق للانمي بصفة عامة وخمسة حقائق عن صناعة الانمي يجب ان نعرفها بصفتنا عشاق للانمي. هيا بنا لنكتشفها خلال هذه الحلقة. إذا نبدأ بالحقيقة الخامسة، وهي حقيقة بسيطة لكنها مهمة، وهي عن اسم أنيمي. أنيمي بالإنجليزية، وهو أيضا اسم يعني أصلي باليابانية أنيمي، والتي أتت من أنيميشن أي التحريك، وفي الأصل كان اسمها جابانيميشن، ويعني بعدما انتشرت في العالم بأسره تم تحويل وتصغير الاسم واختصاره إلى اسم أنيمي. اليابان بدأت تنتج الأنيمي في سنة 1917 حينما تم عرض أنيمي من دقيقتين، وهو عن قصة ساموراي، لكنه كان فقط دقيقتين، يعني رسوم متحركة تتكون من دقيقتين فقط، لا حلقات لا أي شيء. كان أول عمل أنيميشن، والذي أذهل الغرب وأذهل أمريكا، رغم أن أمريكا وأوروبا هي من بدأت في هذا المجال قبل اليابان، إلا أنها أذهلتهم الجودة التي تتميز بها الأنميات اليابانية. ولكم أن تلاحظوا هذا، يمكنكم البحث عن أنميات أمريكية وأوروبية حاليا وتقارنها مع أنميات يابانية، فرق شاسع في الجودة. الاستوديوهات اليابانية جودة خيالية في الإنتاج، جودة جد جد رهيبة وجد جميلة. أول استوديو في اليابان، وهو استوديو عريق ومعروف، استوديو توي دوغا، والمعروف حاليا بتوي انيميشن. استوديو لديه انميات خيالية، انمي دراغون بول سوبر، انمي كينغدوم، انمي ون بيس، والعديد والعديد من الانميات الاسطورية مرت على هذا الاستوديو العريق. ويعني هذا الاستوديو بدأ الانيميشن واستوحاها من قصة بياض الثلج. جميعنا نعرف قصة بياض الثلج، وهي قصة ديزني، وهذا الاستوديو يعني كان هدفه أن يصبح هو ديزني آسيا، لأن ديزني كانت شركة أوروبية لإنتاج الرسوم المتحركة، وهذا الاستوديو كأول هدف له أرادوا أن يقلدوا ديزني، لذلك استوحوا أول قصة من بياض الثلج وأرادوا أن يصبحوا ديزني آسيا، وقد وصلوا لذلك، بل تجاوزوا حتى الاستوديوهات الأوروبية. حاليا الاستوديوهات اليابانية مصنفة على الطراز العالمي الأولى من ناحية الجودة والإنتاج. إذن أول أنمي رسميا تم عرضه، لأن الأنمي الذي حدثتكم عنه سابقا وهو المتكون من دقيقتين كان فقط عرض محرك في سنة 2017، لكن أول أنمي يعني بحلقات وبمدة وبعرض أسبوعي هو الأنمي تيتسوان أتومو، والمعروف بالإنجليزية أسترو بوي. كان أنمي تم نشره في 1 يناير سنة 1963 في فوجي تلفزيون، كانت الحلقة الأولى متكونة من 30 دقيقة. أنمي أسترو بوي أنمي معروف جدا، والمانجاكا الخاص بهذه القصة يعتبر أشهر الفنانين على صعيد اليابان. ونصل أخيرا إلى حقيقة مهمة جدا، وهي عن حجم الأموال التي ينفقها الاستوديوهات من أجل إنتاج حلقة أنيمي واحدة. ربما العديد منكم تساءل عن هذا الشيء، كم سوف تكلف حلقة واحدة من الأنيمي؟ حلقة واحدة من الأنيمي بجودة يعني عالية، ليست أنيميشن ضعيفة، تكلف ما يقارب 145 ألف دولار أمريكي، ولكم أن تتخيلوا ضخامة المبلغ من أجل إنتاج حلقة أنيمي تتكون من 24 دقيقة. أي أنمي موسمي عادي متكون من 11 إلى 13 حلقة قد يكلف الاستوديو ما يقارب 2 مليون دولار أمريكي. أتحدث بالدولار الأمريكي وليس بالين ياباني. نعم، 2 مليون دولار أمريكي، مبلغ جد كبير. وهذا يعطينا فكرة عن أن يعني صناعة الأنمي والمانجا في اليابان ليست فقط مزحة أو يعني شيء للأطفال أو شيء جانبي، إلا أنها صناعة حتما قوية وتدر أرباح جد مهمة في صالح الاقتصاد الياباني.
إذن هنا تنتهي حلقة اليوم متابعي الكرام، أتمنى أن لا أكون أطلت عليكم في سرد المعلومات. كالعادة إن الفيديو عجبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك، ولا تنسوا نشر الفيديو مع أصدقائكم حتى ينتشر إلى أوسع نطاق. نلقاكم في الحلقة المقبلة كالعادة الأسبوع المقبل يومي السبت والأحد على الساعة 8 مساء، وإلى ذلك الحين دمتم سالمين.